السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمحوا لي أتكلم معكم في موضوع شوية خطير. الموضوع سامحوني بأدخل كذا على طول. الزوج وزوجته صار بينهم إشكال بسيط، قال لها أنت طالق. الزوجة مع زوجها زعلها قالت طلقني. ليش التساهل في هذه الكلمة؟ حبيبي يرحم أمك أنت وهي، هذه الكلمة آخر حل مو أول حل. والله نسمع أخبار وتجينا مشاكل شيء بالرأس. زعلها قالت له طلقني، قالت أطلق طعم. ولا بعض الرجال الكلمة هذه هنا أي أدنى زعل يا حبيبي ارحم أمك، إذا تزوجت انسى هذه الكلمة، ابلعها، مو خلاص إنه العصمة بيدي وأنا. وبعدين يروح يتبكبك يدور له أي فتوى عشان يرجعها، يقول والله إني تنرفزت وقلتها وأنا زعلان. يا حبيبي في كنترول. يا إخوتي الطلاق ما يكون إلا في حالة نادرة، تقفلت الطرق، تقفلت الحلول، تقفلت الخطوط. حاولنا مرة مرتين ثلاثة عشر مرات، جبنا واحد من أهلي واحد من أهلها، مرة ما عاد فيد، وصلت هنا تقفلت. هنا نقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله عز وجل يقول وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ترى بينكم كانت أيام حلوة، يعني حتى إذا طلقت لا يكون انتقام، ترى في أيام جميلة لو تذكرتها والله تضحك. الحل لمن أراد أن يبتعد عن هذه الكلمة وعن التفكك الأسري والطلاق، سواء الزوج أو الزوجة، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تتقي الله، وأن يجعلون بيتهم عامر بذكر الله تحفه الملائكة، أن يكون في البيت طاعة. إذا كان في البيت معاصي بتجي شياطين ترى، وإذا جات الشياطين البيت ما في خير. الأمر الثاني، احفظي سر زوجك، وإنت احفظ سر زوجتك. مو أي حاجة تصير في البيت خاصة وكالة أنباء. الأمر الثالث، عزيزي الزوج، لا يتدخل أهلك في حياتك الزوجية. وعزيزتي الزوجة، لا يتدخل أهلك في حياتك الزوجية. مشاكلنا نحلها بنفسنا. الأمر الرابع، خلي عندك فقه أيتها الزوجة. إذا شفت زوجك معصب في البيت خليك لينة، وإنت إذا شفت زوجتك معصبة خليك لين. معاوية يقول لو أن بيني وبين الناس شعرة، إذا شدوها رخيتها وإذا رخوها شددتها، حتى لا تنقطع. مو هو يشد وانت تشدين، حلبة مصارعة في البيت. الأمر الخامس للزوجة، مو شرط كل ما زعلك زوجك قم وديني عند أهلي، كل ما شفت منه شيء والله ما أجلس لك في البيت توديني، ولا أدق على أخوي يجي يأخذني. ترى يجوز أنك تجلسين في بيتك وانت زعلانة لأنك حترضين، اجلسي وانت زعلانة، مو عشان لما أروح عند أهلك ويشوفوني كيش فيك متغيرة والله زوجي وزوجي. كبرت المشكلة، عادي اجلسي زعلانة في البيت حترضين. الحل السادس والأخير، وسامحوني طولت، لكن هذه للزوج. عزيزي الزوج، اتق الله، اتق الله، اتق الله في هذه الضعيفة. الله عز وجل أعطاك العصمة وقال الرجال قوامون على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. المرأة ضعيفة خلقت من ضلع أعوج، إن أتيت تقيمه كسرته ويبقى عوجها وتتمتع بها وبها عوج. فالضعيفة هذه أخذتها من بيت أهلها باسم الله، اتق الله فيها، وكسرها طلاقها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت من يدير الأمور بعقل، وأنت الفاهم، أنت من يدير الأمور في بيته، كن صاحب الأخلاق الحسنة السمح اللين، سأل الله.